كان الإيمان كم؟ ستة. أن تؤمن بالله، لو قال قائل لك يسألك عن الإيمان هل أنت مؤمن؟ قال اشرح لي الإيمان الذي فرض الله سبحانه وتعالى عليك، فلابد أن تشرح. وهذا الذي نذكر الآن إن شاء الله تعالى أقل ما يكون في شرح أركان الإيمان. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا. إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا أخذنا تعريف توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. ما هي الأدلة على وجود الله؟ قال الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. العقل، يستحيل العقل أن يتصور أن تكون هذه المخلوقات بهذا الانتظام البديع بلا خالق مدبر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طلوع الشمس وغروبها، المجرات والبحار والأنهار والأشجار، تعاقب الليل والنهار، هذه كلها أدلة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. الثاني الحس، تكون في كرب شدة ترفع يديك إلى السماء تقول يا رب يا رب، فرجها تجدها تنفرج، هذا الدليل محسوس. قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم اغثنا، لم ينزل عليه الصلاة والسلام من على منبره إلا ولحته تقطر ما عليه الصلاة والسلام، هذا دليل حسي. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أخذوا يدعون وإذا بالصخرة تنفرج أمامهم يرونها، وهذا دليل حسي. الفطرة، كل مولود ولد على الفطرة، فأبوائه ودانه ونصرانه ومجلسانه. الشرع كثير، بل ما من آية في كتاب الله على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إلا وفيها دليل على توحيد الله، مفهوم؟ ولماذا قدمنا أولا العقل ولم نقدم النقل أي الشرع؟ قال لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع، وإذا كان يؤمن بالشرع يكفي الشرع، مفهوم؟ نعم. إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا. وقلنا الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. وأن العقل لا يمكن يخالف النقل، هذا العقل الصحيح الباق على الفطرة، وإذا رأيت عقل يخالف للنقل فاعلم أن هذا العقل عقل فاسد، مفهوم؟ نعم. طيب، هذا الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. الثاني الإيمان بالملائكة، كيف نقول يعني حققنا الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة نؤمن أنهم عالم غيبي. عالم غيبي يعلمون الغيب؟ لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عالم غيبي يعني غابوا عنا لا نراهم. عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. لهم أرواح، روح القدس، أجساد، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها، أرواح وأجساد وعقول وقلوب، حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذه الآية تدل على إثبات القلوب للملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ إذن يسألون ويجيبون، هذا دليل أن لهم عقول، مفهوم؟ نؤمن بكل الملائكة إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنه. من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ومن أعمالهم جبريل مثلا موكل بالوحي عليه السلام، وملك الموت قبض أرواح الخلق، ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام وغيره. ومن صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة. إذا نؤمن بهم إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأعمالهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. هذا الثاني، الإيمان بالملائكة.
الثالث الإيمان بالكتب، نؤمن بأنها كلام الله تكلم بها حقيقة، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، والدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. مما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، مفهوم؟ طيب، بعد هذا الإيمان بالرسل، نؤمن بأنهم بشر ليس لهم شيء من خصائص الربوبية، عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأخبارهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، وأن أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام. وكل من ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبوة أو الرسالة، إن النبوة تعم الرسالة وغيرها، كل من ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر، لا بد أن نكذبه ونكفره، كل من صدقه فهو كافر مثله وخاتم النبيين. طيب، بعد هذا الإيمان باليوم الآخر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية يقول أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، خروج الروح وقبض الملائكة لها وصعودا بها للسماء وتفتح لها باب السماء أو تغلق، ثم عودتهم بها بالروح إلى الجسد، ثم يسمع قرع نعالهم وسؤال الملكين عن الأصول الثلاثة وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الموحدين وحوض النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. طيب، الإيمان بالقضاء والقدر، الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، وهذه الأمور أربعة يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. علم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. العلم الثاني الكتابة، أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى تقوم الساعة. الثالث المشيئة، هل للعبد مشيئة وإرادة واختيار؟ قال نعم، لكن هذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن للعبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له، فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. إذن هذه الأربع يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن أربع أشياء: